السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر سيد سلامة. دي يعني فيديو بالضبط إن شاء الله دقيقتين أو ثلاثة بالكثير. في بعض الـ expressions، التعبيرات اللي بنقولها في حياتنا اليومية، خمس أو ست تعبيرات هنشوفهم مع بعض. عايز أقول مثلا شفت موقف كده، عايز أقول يا خسارة، أعملها إزاي؟ What a pity, what a pity, what a pity, what a pity. تمام. طب شوف الموقف الثاني. بسأل واحد، بقول له ايه الاخبار، يقول لي لغاية دلوقتي الامور تمام. كلمة لغاية دلوقتي الامور تمام، يعني لغاية دلوقتي الامور ماشية. نقولها ازاي؟ so far so good, so far so good, so far so good. تمام. ده معناها الامور تمام، ماشي الحال. يعني عايز واحد بقى يقول انا ما نفسي اتصدت، ما عادش عندي رغبة لأي اكل خالص، فقدت شهيتي. اقولها له ازاي؟ I lost my appetite, I lost my appetite. نقولها كده تاني. I lost my appetite, I lost my appetite, my appetite, I lost my appetite, appetite اللي هي الشهية. I lost my appetite. فقدت شهيتي، ما عادش عندي رغبة للأكل. طيب نشوف كده مصطلح كمان. هدول أنا أعصابي باظت، أعصابي باظت، فقدت أعصابي. I lost my temper, I lost my temper, I lost my temper, I lost my temper. خلاص فقدت أعصابي. طيب نشوف دي بقى، واحد يقول أنا تهت، أنا تهت مش عارف أنا فين. I lost my way, I lost my way, I lost my way, I lost my way. طيب خلاص. عايز اقول بقى ايه، احذر منه، خلي بالك منه، يعني خلي بالك منه. اقولها ازاي؟ watch out of him, watch out of him, watch out of him, watch out of him. عايز اقول مثلا الامتحان ده سهل جدا، بسيط خالص، سهل جدا، it's very easy. اقولها ازاي بطريقه تانية؟ It's a piece of cake, it's a piece of cake, it's a piece of cake. ودي نهايه الفيديو ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، ويا رب اكون خفيف عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.